النهاردة البحث اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه Solar Atmosphere and Impulse Across Culture Study. هو mainly البحث بيهتم بالكومبوننت اللي جوه الريتيل اللي بتبتدي تأثر على السلوك الشرائي للكاستمر، وفي نفس الوقت مع الأخذ في الاعتبار الكالتشر ستادي، يعني واخده في الاعتبار الكالتشر بتاعة الأودينس يعني أو الكاستمرز، لأن الدراسة اتنفذت في أكتر من بلد. مجموعة من الباحثين قاموا بعمل الاستادي دي في ألمانيا وفي البرازيل علشان يقيسوا how far الـ elements اللي هنذكرها بعد كده ليها تأثير على الـ consumer behavior، وإزاي هي بتأثر بالسلب أو بالإيجاب أو ملهاش تأثير خالص على العملية الشرائية وتشجيعها وتحفيزها. يعني الهدف الأساسي من الورقة البحثية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي قياس ردود الفعل الإيجابية للمستهلكين وتأثير ده على سلوكهم الشرائي وسلوكهم تجاه التجربة نفسها الـ experience. ده غير ان هو الورقة او البحث بتاعنا هيحلل الدور اللي هو الدور الخصائص سواء او المتغيرات الثقافية والبتاعت الـ environment كاملة تجاه الموضوع. الديزاين والميثودولوجي اللي استخدمناها، الابروتش اللي استخدمناه في الدراسة دي كان الفيس تو فيس، فيس تو فيس سيرفي اللي هو احنا بنسميه كوانتيتيف ريسيرش، وكان ده عن طريق مقابلات فيس تو فيس مع الكاستمرز في الريتيل، وحصل في بلدين في البرازيل وألمانيا. نتائج الدراسة أظهرت تحليل بعد تحليل عدد 313 مقابلة مع الكونسيومرز. طبعا زي ما احنا قلنا في الريسيرش كان معمول في الجو الطبيعي في الريتيل علشان نوفر كل الانفايرمنت بتاعت الريتيل، ده كان مراعى ان كل المتغيرات اللي احنا بندرسها تكون متواجدة في الريسيرش. بينت الدراسة ان الاستمالات العاطفية بتأثر سوري ان معظم الفايربلز اللي احنا ندرسها بتأثر على الاستجابات العاطفية للمستهلكين بدون اختلاف ما بين البلدان، يعني كل البلدان اللي حصل فيها السيرفي ده قال ان في تأثير. وان كان واحنا بنستعرض الدراسة هنلاقي ان تأثير العوامل اللي هندرسها في مثلا دولة زي البرازيل كان اكتر بكتير منها في ألمانيا، بس ده يعني تأثير موجود بس ممكن تختلف درجته وفقا لطبيعة وكالتشر بتاعة البلد اللي احنا بنشتغل عليها. الدراسة دي عشان تدرس مجموعة طبعا من الافتراضات، أو أهمها وأولها إن ارتباط المتجر وتصميمه ديزاين بتاع الستور بشكل الاستجابة العاطفية أو الإيجابية اللي بتحصل على الكاستمر أو الكونسيومر في الريتيل. تاني افتراض كان ارتباط المتجر بشكل إيجابي، تخطيطه من ناحية البلانينج اللي اوت بتاعه بالتأثير برضو العاطفي او التأثير الايجابي العاطفي على الكونسيومر. تالت افتراض كان بيتكلم عن الاضاءة، هل اضاءة المتجر مرتبطة بشكل ايجابي برضو بتأثر تأثير ايجابي عاطفي ايجابي وتستميني للكاستمر ولا لا. رابع افتراض كان بيتكلم عن how far الموسيقى ليها تأثير برضو في الاستمالات العاطفية وانها تخلي الاكسبيرينس بتاعت الكاستمر ناجحة ومؤثرة. اخر افتراض عندنا بيدرسوا الدراسة بيتكلم في ازاي الموظف المتجر اللي هو الريتيل ريبريزنتيف بيأثر بشكل ايجابي على التجربة بشكل عام. طبعا زي في اي دراسة لازم احنا بنحدد بنعرف الديفينيشنز اللي هنستخدمها في الدراسة علشان نبقى متفقين ان هي لما تتذكر ان شاء الله اثناء الدراسه نبقى احنا استعراض الدراسه نبقى احنا متفقين عليها. اول مصطلح عايزين نعرفه هو اللي اوت بتاع الستور. اللي اوت معناه ان هو الترتيب، علاقة المنتجات ببعضها، السكاشن بتاعة الستورز، الباساج اللي في النص اللي هو الممر اللي الناس بتمشي فيه، هل ده بيسمح ان الناس تمر بسهولة ولا لا، هل الباساج ده يخلي الناس تشوف البرودكتس كويس ولا لا، كل ده تحت بند اللي اوت اللي هو التخطيط بتاع الستور. بالنسبة للجوانب التانية زي مثلا الديزاين، الديزاين يعني التصميم،
تصميم الستور. طبعا ممكن يحصل خلط بين التصميم واللاي اوت، لا التصميم ليه علاقه بالفيجوال اللي هو الرؤيه البصريه لهندسه البيئه دي، الالوان بقى، طريقه الديزاينز المحطوطه، مثلا التابلت، مجموعه العناصر اللي معروضه، التابلوهات سوري، مجموعه العناصر المعروضه، المعروضات نفسها، البرودكت محطوطين ازاي على الشلف، والشلف شكله عامل ازاي ولونه ايه وهكذا. في نقطة تانية مهمة، البيئة، الانفايرومنت. الانفايرومنت من الحاجات برضو اللي بتأثر طبعا جدا، وهي كل حاجة في الاتموسفير او في الستور، بس مش فيجوال، زي النظافة، زي الإضاءة، زي الرائحة، الريحة، الاسمال اللي الناس بتشمها وهي داخلة، كل دي حاجات ليها علاقة بالانفايرومنت. اخر حاجه او حاجه من الحاجات المهمه اللي هنتكلم عنها، الموسيقى. الموسيقى طبعا من الحاجات اللي بتاثر على الناس بشكل واعي بشكل لا واعي. ممكن موسيقى تربط حاجه بحاجه، ممكن احنا نخش ستور نلاقي في مثلا تون معين، فعارفين let's say الناس اللي بتقعد في بيتزا هات عارفه كل المزيكا اللي بتشتغل في بيتزا هات، وهو كذلك هنا في الدراسه بيبقى عارف، بيتكلم بيمنشن نفس النقطة، بيقول إن الموسيقى السريعة بتستخدم كتير في المطاعم بتاعة الفاست موفينج، اللي هي سوري المطاعم السريعة يعني، علشان هي بتبقى إيقاعها سريع، فبالتالي الإكسبيرينس كلها ممكن تتأثر وتبقى سريعة في نفس الوقت. اللايتنج برضو حاجة من الحاجات المؤثرة جدا في مع الكاستمر اكسبيرينس في هنا بندرسها في الاستاد دي، وبيقول ان الضوء ليه علاقة قوية بتعزيز صورة المتجر او بالايمج بتاعت المتجر، لان اللايتنج ممكن يدي فخامة او ممكن لو هو هادي يدي راحة، وبالتالي القرار في اللايتنج مهم قوي، لان هو بيأثر جدا جدا على انعكاسات وعلى الايمج بتاعت البراند وبتاعت الستور ككل. ده غير السوشيال فاكتورز. السوشيال فاكتورز من الحاجات المهمه واللي هي بتتمثل في طبيعه بقى التركيبه السكانيه وشكل الكاستمر بتاعي والبيرسونا بتاعتي، الكاستمر بيرسونا. طب الكاستمر بيرسونا بتاعت الكاستمر بتاعي ده انا هجيب له ريبريزنتيف شكله ايه، السيلز مان اللي موجود عندي او الريبريزنتيف اللي عندي لازم يكون ماتشنج مع طبيعة الأودينس اللي أنا بخدمهم، ولازم يكون قادر يدي للكاستمر بتاعي التجربة الشرائية المظبوطة، عشان في الآخر أنا عايز الكاستمر بتاعي يخرج من الستور ساتيسفايد وحاسس إن هو مر بتجربة شراء ناجحة. فهو هنا بيتكلم عن فكرة شكل المتجر، سوري شكل الريبريزنتيف، وإزاي هو بيأثر على رضا وسلوك الشرائي للمستهلك. دلوقتي هنستعرض الكونكلوجن بتاع الدراسة، واللي جه بيقول بشكل عام ان كل المكونات والفيرابلز اللي تم دراستها، سواء الانفايرمنت او ديزاين او لاي اوت، الميوزك، الستاف، كل ده ليه تأثير ايجابي وليه تأثير واضح جدا على التجربة الإيجابية للكاستمرز جوه الستور. وهنبتدي نفند بند بند كان ازاي ليه تأثير. أول حاجة قال الدراسة قالت إن الاستجابات بتاعة المستهلكين العاطفية بتتأثر جدا جدا للكومبوننت بتاعة الستور وللإنفايرومنت والأتموسفير جوه الستور. تاني نقطة اتكلم فيها عن إن الكاستمرز مش بياخدوا كل حاجة راشنال، ومش كل حاجة بياخدوها فولي راشنال، يعني في جزء كبير ليه علاقة بالدوافع النفسية والدوافع العاطفية، وده اللي بيدي ويت كبير للنقط المهمة اللي ليها علاقة بالفيجوال وليها علاقة بالميوزك وما إلى ذلك. ده غير إن الدراسة أدرجت البعد الثقافي في الموضوع في البلدين اللي تم الدراسة عليهم، سواء كانت البرازيل أو ألمانيا. طبعا البرازيل بتشتهر شوية بالسلوك الجماعي للناس اللي هم في الآخر بيتحركوا في مجموعات، لكن ألمانيا العكس، السلوك الفردي هو اللي قوي جدا. فالدراسة أثبتت إن الناس أو الكونسيومرز اللي في المجتمعات اللي فيها السلوك الجماعي أعلى بيكونوا عرضة أكتر إن هم يظهروا السلوك الشرائي أو إن هم يتمموا العمليات الشرائية، وبيتأثروا أكتر بالحاجات اللي هي المش راشونال قوي. فده شيء مهم قوي ان هم ادركوا البعد الثقافي في الموضوع وتحليله ريجاردنج لشكل الكاستمر، كمان الكاستمر بيرسونا بشكل اعمق وفقا للكالتشر. هنا فاينلي الورقة كمان بتتكلم او البحث بيتكلم عن فكرة ازاي الورقة او نوع الابحاث دي بتساعد، زي البحث ده او ابحاث تانية بتساعد الستورز او الناس الريتيلرز عموما ان هم يفهموا طبيعة الكاستمر
ويبتدوا يحققوا لهم المعايير والكومبوننت اللي جوه الستور، سواء في البيئة او في الديزاين او ما الى ذلك، عشان تكون التجربة بتاعتهم ايجابية وتكون تتم بنجاح ويكون الكاستمر ساتسفايد، وفي نفس الوقت ده هيخلي الفوت فول على الستورز اعلى. ده غير ان في حاجة مهمة بتهايلايت ليها او بتمنشن ليها الدراسة دي، ان هي بتقول ان النوع ده من الدراسات مهمة قوي عشان يقدر يخلي الستورز الفيزيكال اللي هي موجودة على الارض تقدر تواجه الهجوم الشرس او المنافسة الشرسة بتاعت الاي ستورز، لان الاونلاين ستورز دلوقتي ابتدت تنافس الستورز الفيرشوال، بتنافس الستورز الفيزيكال الموجودة، فده بيؤدي لخسارة لقطاع الريتيل. فهنا الدراسة بتقول ان هما احنا لو اهتمينا بالكاستمر اكسبيرينس، لو اهتمينا بده، كل العوامل اللي يقدر يحققها الستور اللي على الارض الحقيقي الواقعي مش هيقدر الاونلاين ينافسه فيها، لان هيبقى حجم المنافسة فيها لصالح الستور الفيزيكال، بس لازم الريتيلر يكون دارس كل النقاط دي كويس.